الزميل علي محمد علي تبع طبعا. شكرا للزميل ايمن جادة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ديربي لندن، ديربي فخر لندن، هنا في اطار الاسبوع الثاني لمسابقه الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2018-2019. تشيلسي صاحب المركز الخامس بثلاث نقاط، فوز مريح على هادرسفيلد بقياده ساري مدرب نابولي السابق الايطالي، السادس في تاريخ تدريب فريق نادي تشيلسي بعد رحيل كونتي، في حين النادي الارسنال اللي عانى كثيرا في الاسبوع الماضي امام فريق نادي مانشستر سيتي حامل لقب البطوله عندما خسر امام سيتيزن بنتيجه 0-2، في حين تشيلسي كان فاز على هادرسفيلد 3-2. ارسنال مركز 19 برصيد حاليا لا شيء من جورجينيو والوافد الجديد من نابولي رقم 5، باركلي رقم 8. تابع اللقاء، تابع المباراه، مباراه ديربي امامنا. هنا التسديده ديفيد لويز ولكن الى خارج الملعب، اول كوره واول انطلاقه في هذه لقب دوري الابطال ولقب الاف اي كاب، واخيرا كان معاهم ايضا المدرب كونتي اللي قادهم نحو الدوري والكاس. وحيد لتشيلسي كان من جانب اللاعب اللي طبعا في دكه البدلاء النهارده ايدن هازارد. روس باركلي، ادي روس باركلي انضمام في مباراة، ادي في الجنب الشمال الونسو بيعمل الكره العرضيه المثاليه. كل الترشيحات النهارده اسم رابطه 2014 اللي جمع ما بين مانشستر سيتي وسندرلاند، وكره عرضيه والهدف الاول يضيع هنا، الهدف الاول. ادي امامنا اوزيل الازمه الكبيره بعد لقائه بارسنال، لقاء فاز في 17 والارسنال فاز في 19، وادي انطلاقه والهدف الاول، الهدف الاول، الهدف الاول هنا. هجمه سريعه الونسو، ماركوس الونسو الى بيدرو، وبيدرو لم يكذب الخبر ويسجل اول اهداف اللقاء بعد 9 دقائق. الهجمه والسرعه والنقله، الكل كان بيتحدث عن الاداء المتحفظ لدى كونتي. ياتي ساري الذي قاد نابولي نحو عروض كبيره وكاد يفوز بلقب السيريا، لكن اليوفي حسم الامور. امامنا هنا يسجل ساري في مبايز او بورنموث وعنده ايضا 6 نقاط. ادي امامنا كانتي بطل كاس العالم، وادي الكره المسدده من باركلي الى خارج الملعب. اداء مميز جدا وثقة واضحة منذ المواجهة مع هكتور بيلارين. عدى امامنا ويليام، ساب بيلارين عمل عرضية، لكن جينيو في وسط الملعب تقال قوي، وروس باركلي المميز، وادي بيدرو في واحدة دولية وحيدة مع المنتخب الاسباني طبعا كان مضمون 17. ادي امامنا بنتابع، ادي انطلاقات الخطيرة، هيبقى تاني لاعب على فكرة في تاريخ النادي يسجل للنادي لو سجل اوليفي جيرو. ارسنال حقيقه راحت عنده اسماء كبيره. ادي انطلاقه اوباميانج، هل يفعلها اوباميانج؟ اول كوره، اول اختبار هنا للاسباني كيبا. جوندوزي امامنا، تمريره حلوه قوي، انطلاقه، ممكن التعادل، ممكن التعادل، ممكن التعادل، ولكن ضيع، ضيعها، ضيعها، ضيعها اوباميانج. بلارين عمل هديه، وادي امامنا هنا قلت لحضراتكم مشاكل دفاعيه في الفرقتين، المشاكل اللي امامنا. الفارو مراتا في المساحه والانطلاقه ويلم وعدى، يا ولد يا ولد، الفارو موراتا يصالح نفسه ويصالح جماهير البلوز، وادع المنتخب الاسباني في حرج مع تالق ديجو كوستا طبعا مع اتلتيكو مدريد واللي رحل عن صفوف فريق نادي تشيلسي، لكن الفارو موراتا يسجل الثاني بعد مرور 20 دقيقه. موراتا اللي راهن عليه النهارده ساري واللي اتكلم عليه بشكل ايجابي في هذه اللقطه. شوف كره القدم، اوباميانج بيضيع فرصه لا تضيع، ثم ياتي الفارو موراتا ويسجل ايضا بالقدم اليسرى بعد هذه الهجمه وهذه الكره. لا شيء، بيدرو في الدقيقه 9 ومرتا في الدقيقه 20، كره من جنب الشمال خطره جدا بعد تاريخ الكبير لارسن بينجر مع نادي الجانرز، واللي كان طبعا يعني اوباميانج نقطه تحول اضاعته للفرصه الهائله قبل ان يسجل. ايضا الكره على العرض وفي فرصه ايضا ومحاوله كانت تزيد من جانب باركلي. وادي امامنا الانذار الاول هنا في المباراه للاعب شاكا، انذار لشاكا. خلي بالنا مبارياتهم دايما بتبقى حافله بالطرد عشان ارسن فينجر، يعني لم تكن الامور بهذا السوء. وادي امامنا هنا بنتابع كره ومسدده في ركلات الترجيح، كره على طول ملعوبه امامنا هنا. ويليان الى الونسو تتريح حلوه، ترتد كره اوزيل، لكن مره ثانيه ناتشو موريال اويوبي، هجمه ومحاوله مختاريان، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. اوباميانج ضيع الاسهل وواحده اسهل برضه المره دي، مختاريان امامنا مش ممكن يرجع لو استغل هذه الفوائد. ادي امامنا الكوره، فاز بالدوري الانجليزي الممتاز في 6 مناسبات منها طبعا 5 بمسمى البريمير ليج، 2006 والنتيجه اصبحت 2 لا شيء. بيدرو في الدقيقه 9 وموراتا في الدقيقه، ويانج في الدقيقه كانت 20 قبل ما يسجل،
دي هدف جميل بقى المرة دي، أخيرا هدف عن طريق مختريان بعد ما أضاع أوباميانج في الدقيقة 20، وكان ضيع مختريان في الدقيقة 32 كرة صعبة قوي على الحارس كيبا أمامنا. هنا يسجل الأرميني مختريان هدف تقليص النتيجة في الدقيقة 37، يسجل فريق نادي الخبرة الكبيرة كانتي أمامنا هنا في الدوري الإنجليزي، واللي بيحاول. ودي واحدة حلوة يا ولد يا ولد يا ولد ألفارو موراتا في هذا اللقاء، ولكن بيتر تشيك يتألق في هذه اللقطة. شفنا الانطلاقة اللي كانت من جانب بيدرو مع المان يونايتد ما كانش فيها موفق قوي. ادي الكرات العالية المرة دي على طول سوكراتيس يطلع اتقى في زاوية صعبة في زاوية الأرضية. التعادل يا عيني، التعادل يا عيني، التعادل 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 هنا في هذه اللقطة. مختريان وأيومي وأيومي أمام اللي حضراتكم، لقاءات الديربي صعب تتوقع، صعب تقول مين يفوز ومين يتقدم. تشيلسي تقدم بهدفين، ولكن نادي الأرسنال عمل الريمونتادا، عمل العودة الجميلة في مباراة اليوم، لأنه يسجل في خلال الأربع دقائق متتاليين في افتتاح الدوري. ودي أمامنا كرة من ويليان ماركان، ودي أمامنا هنا جوندوزي اللي بيسدد وبدأ يطمع، بدأوا يطمعوا في كيفا ويليان ما بيعملش الدور الدفاعي، الضغط على ألونسو بنفس الطريقة. شوف الاستلام، مفيش أي ضغط، مفيش رقابة، مباراة مفتوحة بين الفريقين. الالتزام يكتسب ثقة وبدأ يشكل خطورة وبقى هو الأفضل. وادي أمامنا أيوبي، هو مش ممكن، مش ممكن يا أوباميانج، مش ممكن يا أوباميانج. لكن إيه الدفاع في الفريقين مش موجودين، يعني اللي بيتفرج معانا يقول لك سبينيك ودفاع، كأن تشيلسي بدون دفاع وكأن الأرسنال بدون دفاع. وادي الكرة العالية على طول مرات في هذا الملعب في الخمس لقاءات اللي جمع بين ناديين في الدوري. ادي انطلاقة مختريان والأرسنال وفرصة، مستعجل أيوبي عنده نقطة الجزاء. أيوبي أمامنا هنا، شوف الكرات والاختراقات والرقابة، وسام يستغل سوء الحالة اللي كان يعني ممكن يسجل اكتر نادي الارسنال. رجع كانت كفيله ان نادي الارسنال يكون متقدم مثلا 4-2 او 5-2. كره عرضيه امامنا خطيره هنا، لكن ألونسو تغطيه دفاعيه باربع نقاط. ودي فرصه ومحاوله ترجع طول المره دي الى كانتي، الى بيدرو، لكن الكره تطلع لخارج الملعب. ادي امامنا بيدرو رودريغيز اللي سجل الهدف الاسكو الروماني في ذلك الوقت، ونادي الارسنال عاد وسجل هاتريك. كانوا امامنا كره ومحاوله الاثنين هيلعب مع نادي ادرسفيلد. ادي امامنا محاوله، ودي كانتي المطالبه بلمسه يد في اللقطه الماضيه وانقاذ واي الاول من المباراه. استلم على طول من جانب الونسو، تحرك المره دي من جانب ويليان، لكن اتى وكانتي، ولكن مراتا اتطرف بالكوره وينتظر بالمسانده. ياتي مصطفي ولكن تطلع كوره ركله ركنيه ثانيه. انا ويليان جواندوزي يضغط على طول، ولكن تغطيه نهائي دوري اوروبي امام اتلتيكو مدريد ضمن الاسماء الغائبه الموسم الماضي. سجل 7 اهداف في لقاءات الدوري. وسباركلي يا ولد عدى حلو قوي ويسدد، ولكن بيتر تشيك امامنا هنا احسن حال ينقذ ركله جزاء، لكن ينقذ كره خطره جدا من روسباركلي. وادي امامنا الهجمه، كرة مرة تانية الخطأ هنا من جانب جورجينيو، الانطلاقة لكن رايا وتسلل أوباميانج اللي طبعا سدد، ولكن هناك رايا وهناك تسلل. أوباميانج قول لحضراتكم تمريرة مقابل 292 في 60-40 لاستحواذ لاعب تشيلسي، وجابوا هدفين. نادي الأرسنال تدارك الأمور حقيقة ساحة. وادي الأدوار الدفاعية، أيوبي وعدى سبيني كويتا ويعمل عرضية مثالية 29، عدل الأرسنال عن طريق مختريان وعن طريق اللاعب أيضا أيوبي. دي 37 والكرة الهازارد، لكن على طول الرقابة. ومرة تانية بيدرو انطلاقاته بأدائه المميز، ويلم ويعدي ويسدد أمامنا هو لمسة على طول، الكرة ترجع إلى جورجينيو. جورجينيو فكر يسدد، جورجينيو باللعيبة المميز وحيد حتى الآن بقى تبديل نادي تشيلسي. كرة من ألونسو، الكرات اللي بيحاولوا من خلالها الاختراق بعد خروج ويلشر، هو بيحمل رقم 10 اللاعب أوزيل. مرة تانية الاستلام ومحفيها السيطرة واستحواذ من جانب نادي تشيلسي. بيدرو لسبيلي كويتا الرأسية من ودخول إيدن هازارد، المرور أمامنا، المراوغة، الكرة العرضية لكن من جانب فريق نادي الأرسنال بعد ما كان دخل توريرا مكان شاكا. ودي الكرات العرض مقابل 32%، الشوط الأول كان 59-41. الكرة العالية ناتشو موري قد كتير من شخصيته من أدائه. كوفاسيتش فاول هنا في منطقة خطيرة جدا، فاول في منطقة خطيرة إيدن هازارد، وفاول لصالح ماتيكو، لكن بيواجه تشيلسي مع الأرسنال. ودي التسديدة من جانب لكل فريق، أدي الكرات اللي ملعوبة. أوباميانج إلى لاكازيت، استلام من جانب ناتشو موري، رمزي البديل، تمريرة من مختريان إلى أرون رمزي، العرضية المتابعة، ولكن كيف أمامنا هنا؟ كيف يتصدى؟ كيف يتصدى؟ كرة خطرة جدا من رمزي هنا في هذه، خرج ودخل مكانه اللاعب لاكازيت. أدي أمامنا جيرو دخل في مرمى ساوثهامبتون، أمامنا هنا بنتابع الكرات العرضية،
كانتي خد الكرة لكن خدها وهو نازل. كانتي رأسية لندن لقى حلو قوي لإيدن هازارد. تشيلسي هل يسجل في هذه اللحظة؟ ألونسو ولد ألونسو يا ولد ألونسو 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 إيدن هازارد إيدن هازارد يصنع الفارق وألونسو أمامنا هنا في هذه اللقطة في لمسة إبداعية من هذا النجم اللي سجل 7 أهداف في الموسم الماضي يسجل لفريق نادي تشيلسي هنا في الدقيقة 81 هدف 3-2 للبلوز هدف للبلوز.